وللحديث عن توسيع الاحتلال عملياته العسكرية البرية وقصفه العنيف المتواصل على غزة وقطعه الاتصالات وجميع خدمات الانترنت في حين تخوض كتائب القسام اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في غزة للتصدي للتوغل البري، معنا عبر الهاتف مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري. أستاذ معاذ، بداية مرحبا بك. 1,400,000 نازح حتى الآن في غزة، لا يوجد مكان آمن في القطاع، الوضع سيء جدا، كيف تقيمون في هيئة علماء المسلمين ما يجري في غزة، لا سيما ما يخص الموقف العربي والإسلامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد فتحية لك سيدي الكريم، وتحية لمشاهدي قناة الرافدين الفضائية، وتحية لأهلنا في غزة، في غزة العزة، الصابرين المرابطين الذين لا يضرهم من خذلهم، ما زالوا صامدين مستمرين في مواجهة واحدة من أقسى وأعنف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها، والرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى إن شاء الله. آمين سيدي. قلنا في أكثر من مقام أن الاحتلال الصهيوني يهدف بشكل واضح وصريح إلى أن يعني يمحو قطاع غزة من خارطة المشهد ومن الخارطة، حتى من الخارطة الجغرافية. عنف الاحتلال وحقده والنمطية التي يتحرك بها في مواجهة أهلنا هناك في غزة تنبئ عن مخطط يمكن أن نصفه بأنه قديم جديد في محاولة استئصال المقاومة من صدور وقلوب شعبنا الصامت في فلسطين. ما يجري في غزة عبرنا عنه في أكثر من مقام بأنها إبادة جماعية عن سبق إصرار وترصد. كيان الاحتلال الصهيوني بعدما تجرع مرارة الهزيمة في صولات معركة طوفان الأقصى، ها هو يعني يعترف بنفسه ومن خلال العمليات الممنهجة الإجرامية التي يؤديها أو ينفذها على أهلنا في قطاع غزة، يعترف عمليا بأنه أصيب في مقتل. وإلا ردة الفعل إلا عن جنون مفرط وعن فوضى عارمة، بحيث أنه لم يترك شبرا واحدا من قطاع غزة إلا وقطفه بالقنابل أو بالصواريخ. يعني أنت تنظر الآن إلى المشاهد التي ترد من هناك، رغم ما يعني رغم انقطاع التواصل، رغم توقف شبكات الإنترنت، لكن على مدى 3 أسابيع الماضية شاهدنا أحياء سكنية بكاملها تمحى، مربعات سكنية أصبحت أثرا بعد عين، الجثث ما تزال عالقة تحت الأنقاض، الأطفال، النساء، الشيوخ، الرجال، الكبار، الصغار، من جميع الفئات، جميعهم ضحايا هذا العدوان الذي ينم عن كره حقيقي للإنسانية، الذي ينم عن توليد حالة من البغضاء. دائما نحن المسلمين نؤمن بأن هذا الصنف من البشر الذين هم اليهود مجبولون على أنهم يكرهون الحياة لغيرهم، يكرهون أن يعيش الآخرون على هذه الأرض، يظنون أنفسهم أنهم هم الوحيدون الذين ينبغي أن يكونوا مؤهلين للحياة، أما غيرهم فيستحق الموت. هذه الفكرة أو هذه العقيدة التي ينطلقون منها تنم عن وحشية لا يتصف بها البشر. وأنت إذا نظرت إلى تصريحات المسؤولين الصهاينة في بداية الأمر، وصف أهل غزة بأنهم عشاهم، بأنهم حيوانات لا يستحقون العيش. الحقيقة هو العكس. الكيان الصهيوني ومن على شاكلة الكيان الصهيوني هم من يتصفون بهذه الصفة الوحشية التي تأبى أن تتجاوز حدود يعني لا بل حتى أن الحيوانات أجلكم الله لا تأكل بني جنسها. يعني سياسة الأرض المحروقة تستخدمها إسرائيل، الكيان الصهيوني مستمر بعمليات القتل، قصف المباني، قصف المدنيين، لا يأبهون بوجود أطفال، لا يأبهون بوجود نساء، الجرائم مستمرة. مع ذلك يعني بالأمس أستاذ معاذ، الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت على قرار الهدنة، ولكن العراق يعني لم يصوت على هذا القرار وامتنع، ثم بعد ذلك اعتذر. كيف تصف هذا الموقف؟ يعني لأي مدى تعتقد أن الموقف الرسمي في العراق هو بمستوى ما يجري من جرائم ضد المدنيين في غزة؟ بطبيعة الحال الموقف الرسمي في العراق متخبط. التجارب التي علمتنا
على مدى 20 سنة من تسلط هذه الأحزاب السياسية الطائفية على رقاب العراقيين، ومؤخرا بدأت يعني تمتد أذرعها إلى المنطقة تحت مسمى العلاقات الدبلوماسية والاتفاقات وما إلى ذلك، والحديث فيما يتعلق بشؤون الأمة الأخرى، تثبت أن القوم لا يفقهون شيئا من العمل، لا العمل السياسي ولا العمل الدبلوماسي، ولا حتى لديهم يعني مبدأ فيما يتعلق بقضايا الأمة الأخرى. أنت تنظر الآن إلى وزير الخارجية في حكومة الإطار التنسيقي، خرج يعني يخاطب الجمعية العمومية المتحدة بأنه كان هناك خطأ تقنيا لم يدخل العراق في التصويت، وأنا طالب بتصحيحه وما إلى ذلك. هذا حقيقة كلام يدعو للسخرية. هذا الكلام لا ينم عن وزير يتعامل مع الدول التي تحترم نفسها، بحيث أنه قرار مصيري مثل هذا لا يجد العالم قضية يتحدث فيها غير قضية غزة والصراع فيها، وإذا به يقول هناك خطأ تقني، نحن لم نقصد عدم التصويت وإنما أرد التصويت. هذا هراء. المنظومة السياسية القائمة في العراق في حقيقة الأمر، والتي يجب على الجميع أن يعيها، لا تعطي اهتماما لا للقضية الفلسطينية ولا لقضية أخرى تعنى بالمسلمين. إنهم يتعاملون مع الحدث يعني هكذا تعاملا هامشيا، تمرير الأمور ومسايرتها ومجاراتها مع نوع من الشو الإعلامي، فلنسميه كما يقولون الشو الإعلامي أو البهرجة الإعلامية، التي تحاول السلطة الحكومية في العراق أن تجعل من نفسها في ظل هذه الثورة الإعلامية أنها مع يعني حكومة معتبرة لها وزنها، رغم أنها ليست كذلك. وإذا نظرت اليوم إلى بعض تصريحات السياسيين ومنهم سياسي الصدفة الذين دائما ما يحاولون الترقيع والتبرير، تجد كلاما عجبا. أول في أول الأمر برروا أنهم لم يصوتوا على القرار لأن مضمون القرار يعني شيء من التطبيع، يعني أن قرار للدولتين حكومة بغداد لا تعترف به، ثم بعد ذلك تراجعوا وقالوا أن الخطأ تقني. إذن هي فوضى، إذن هي شيء من عدم التوافق في التصريحات على مستوى المسؤولين وعلى مستوى السياسيين. هذا لا يدل إلا على أن القضية الفلسطينية ومأساة أهلنا في غزة وما يجري على أرض غزة لا تحظى باهتمام حقيقي معتبر في أذهان السلطة الحكومية في بغداد. نعم أستاذ معاذ، إلى أي مدى يمكن أن نقرأ في تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة تحولا في الموقف الأممي ليكون ربما أكثر فعالية في الموقف الإنساني رغم عمليات القتل المستمرة؟ الحقيقة التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة حقيقة هي يعني تصريحات يعني محترمة ومعتبرة، عبرنا عنها نحن في هيئة علماء المسلمين بالشكر الجزيل، وثمنا هذه التصريحات في رسالة بعثتها الأمانة العامة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. حقيقة يعني نحن ننطلق من القاعدة التي علمنا إياها الإسلام، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الموقف الذي بادر به الأمين العام للأمم المتحدة حقيقة موقف يشكر عليه، هو جرم الاحتلال الصهيوني، هو أظهر معاناة الشعب الفلسطيني على مدى 56 عاما، هو تحدث عن حرب الإبادة التي يتعرض لها أهلنا في غزة، وطالب بشدة بإدخال المساعدات وبضرورة وقف العدوان على غزة. كل هذه المواقف بغض النظر عن موقفنا العام من الأمم المتحدة، لكن حقيقة مواقف تستحق الشكر. ولو تنظر إلى تداعيات موقفه هذا، فقد وجه بحرب شعواء من مسؤولي كيان الاحتلال ومن مسؤولي بعض الدول الغربية الأخرى، كانوا عليه حربا كلامية وربما حربا في سياق الدبلوماسية وما إلى ذلك، حتى يعني قد يبلغ الأمر إلى تهديده بعزله من منصبه وما إلى ذلك. الحقيقة الموقف الأمين العام موقف جيد ومعتبر، لكن هذا لا يعني أن مثلا يعني شيء بشيء أذكر. لا يمكننا أبدا أن نثني على بعثة الأمم المتحدة في العراق التي هي دائما ما توصف بأنها شاهد زور تطبع للنظام السياسي القائم في بغداد، لكن هذه حالة خاصة. اليوم الأمين العام للأمم المتحدة عبر عن موقف حقيقة موقف ثمين يشكر عليه، ونرجو أن يكون يعني يبقى مستمرا على هذا الموقف، ونأمل أن تكون المنظمة الأممية على مستوى أعلى من هذا بكثير فيما يتعلق بنجدة أهلنا في غزة. نعم شكرا جزيلا لكم، عبر الهاتف مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري.